تحضر الزبدة عليه. صح، وتعرف ماذا سيكون بدر؟ نعم، يكون عندك شطيرة زبدة. صح صح. بدر، ماذا؟ عندي فكرة ممتازة. أوه قل ما هي. انتبه انتبه. نعم؟ مثلا، لكن مثلا فقط، مثلا أعطيتك قطعة خبز. نعم. وتضع عليها زبدة. نعم. ستأكل الزبدة مع الخبز. صحيح. وأيضا أيضا مثلا أنت تعطيني زبدة. نعم. أضعها على الخبز. نعم. سأأكل الخبز مع الزبدة. عظيم عظيم. فكرة ممتازة. هذا ما أسميه تعاون. فكرة عظيمة. نعم. صح. نعم. أيوة. صح. هيا أيوة. هيا نبدأ. ها. تمام نبدأ. هيا هيا. خبز لبيث. الزبدة ممتاز. ها. صح. معك سكين. نعم نعم معي سكين. أوه عظيم. يا سلام. زبدة. ما ألذ. وخبز يا سلام. نعم. أوه عظيم عظيم. يكفي يكفي. أوه. تمام تمام يكفي. الآن نحضر قطعة خبز فوقها. نعم نضعه فوقها. عظيم. اقسمها. والآن اقسمها نصفين. يا سلام ما ألذ. حسنا. والآن أعطيني نصفها وخذ النصف الآخر. تمام نصف لك يا بدر. شكرا. تمام. أوه ما ألذها يا أنيس. أوه لذيذ أليس كذلك؟ أوه وقعت خطط على الأرض. زبدة ممتازة جدا. ها ولكن وضعنا كثيرا من الزبدة هنا. ها بل؟ نعم لا يهم. لذيذ يا أنيس لا يهم. تعرف ماذا بقي يا بل؟ ماذا يا أنيس؟ أن نجد ولدا جائعا معه حليب. صحيح. يعطينا الحليب ونعطيه الزبدة والخبز.